الحمد لله ما غرد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عم فينا سرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر، وما نبع ماء وتفجر، وما طلع صبح وأسفر. وصلاة وسلام طيبين مباركين على النبي المطهر، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ما سار سفين للحق وأبحر، وما على نجم في السماء وأبهر، وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر، صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، فخير ما نبدأ به ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، وهو من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع به العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم ينتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إنه كتاب الله. ومع أحد شباب حزب جبهة العمل الإسلامي الأخ يحيى كاظم عايش، وتلاوة عطرة من آيات الله البينات، فليتفضل مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك وطيب الله هذه الأنفاس. سعادة الأخ الأمين العام الأستاذ محمد زيود راعي الحفل الأكرم، أصحاب الفضيلة والسعادة الأخوة والأخوات الحفل الكريم، كتتفق النور بامتداد الأفق تنساب البهجة في نفوسنا، كتدفق النور بامتداد الأفق تنهمر البهجة في الوجدان،
فلا ترى إلا نفوسا تترقب وأرواحا تتأهب ودنيا تتوهج بلقاء محبب. فبكم أهلا وسهلا وعلى الرحب دوما. وباسم سعادة الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وأعضاء المكتب التنفيذي نرحب بكم أجمل ترحيب، شاكرين لكم تجشم العناء لحضور حفلنا هذا، حفلنا هذا الذي فيه تتوالى الذكريات، ذكريات التأسيس والبدايات بكل ما فيها من تعب وآهات وأجمل اللحظات، حيث نحتفي اليوم بافتتاح قاعة المرحوم بإذن الله الأستاذ المهندس أحمد الطيش الأزايد رحمه الله، رئيس اللجنة التأسيسية لحزب جبهة العمل الإسلامي، وذلك تكريماً لروحه الطاهرة وعرفاناً بدوره الجليل في تأسيس الحزب ولأعماله البيضاء في خدمة دينه ووطنه. سعادة الأخ الأمين العام الأستاذ محمد زيود، أصحاب الفضيلة والسعادة، الأخوة والأخوات، الحفل الكريم، لقد كنا نود تكريم الأمناء العامين السابقين في هذا الحفل، ولكنهم وجزاهم الله خيرا قد عز عليهم التكريم، ولا زال أسد الحركة الإسلامية ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي سعادة الأخ زكي بن رشيد رهن اعتقال الظالمين. فتأجل تكريم الأمناء العامين السابقين حتى حين عند خروج الأسد من العرين صاحب العزم الذي لا يلين، ونقول لأبي أنس لا تجزع فإن الليل زائل، لا غرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل. وعن تجليات هذه الذكريات ولمزيد من الترحيب بكم نستمع سويا لكلمة راعي الحفل سعادة الأمين العام الأخ الأستاذ محمد زيود، فليتفضل مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الدعاة والمصلحين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أتباعه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات. بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن إخواني أعضاء المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، أرحب بهذا الجمع المبارك أجمل ترحيب، وحي الله ضيوفنا الكرام، واسمحوا لي أن أرحب على وجه الخصوص بذوي المكرمين ممن ساهموا في بناء هذا الحزب. في هذه المناسبة الكريمة التي نحتفل فيها بافتتاح قاعة المرحوم بإذن الله المهندس أحمد قطيش الأزايدة، ذلك النجم الذي سطع في سماء الأردن وترك بصمات واضحة على ساحة الوطن الحبيب، فكان له الفضل بعد الله تبارك وتعالى مع عدد من كرام الأردنيين بوضع اللبنات الأولى لتأسيس حزب جبهة العمل الإسلامي، فجزاهم الله عنا كل خير. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ولنا أن نتوقف اليوم في محطة نستذكر فيها
جهود الخيرين الذين قدموا لهذا الحزب خلاصة جهودهم وخبراتهم، نستذكرهم اليوم في ظل هذا الإنجاز المتواضع بافتتاح هذه القاعة، ونحتفل بتكريم هؤلاء الرجال الذين اختارهم الله جل في علاه بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل والتضحيات. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، يؤسفنا أن يغيب عن هذا الحفل قامة أردنية سامقة وشخصية وطنية مقدرة، ذلكم هو الأخ الأستاذ زكي بن رشيد، الأمين العام الأسبق لحزبنا، الذي اعتقل قبل أسبوعين بعد اعتقالات لعدد من الإخوة الفضلاء في هذا الوطن. وقناعتنا أن هذه الاعتقالات إنما جاءت لإضعاف دورنا الوطني وإسكات صوتنا في الدفاع عن قضايا الوطن وعن قضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين ومطالبنا الإصلاحية ومحاسبة الفاسدين. لكن هذه الاعتقالات وغيرها من المضايقات لن تثنينا عن القيام بواجبنا والاستمرار في رسالتنا الإصلاحية والدفاع عن قضايانا الوطنية. وأما ما تطمح إليه القيادة الجديدة خلال المرحلة القادمة، فإننا نسعى لنقل الحزب بحيث يكون حزبا جماهيريا، وذلك من خلال توسيع دائرة العضوية وفتح المجال للراغبين بالانتساب والعمل على افتتاح فروع جديدة. وسنعمل بإذن الله تعالى على إنشاء 3 قطاعات كبيرة، هي القطاع النسائي والقطاع الشبابي والقطاع النقابي. وقد بدأنا العمل في قطاعين منهما لإعطاء المرأة والشباب الدور اللائق بهما، كما بدأنا العمل لبناء 3 دوائر مهمة، هي الدائرة القانونية والدائرة الإعلامية والاقتصادية. وسنقوم اليوم بتكريم أعضاء من الدائرة الاقتصادية ممن أنجزوا استراتيجية النهوض بالاقتصاد الوطني، مشروع أردن الغد، حيث استمر العمل في هذا المشروع الذي شهد له المختصون والخبراء بأنه من أفضل المشاريع الاقتصادية التي أنجزت على مستوى الوطن. استمر العمل فيه قرابة 2 عامين، فالشكر موصول لجهود هؤلاء الإخوة الأفاضل الذين قدموا عصارة فكرهم وأوقاتهم لإنجاح هذا المشروع التنموي. وسنقوم بإذن الله تعالى بتطوير الأطر والهياكل التنظيمية لاستيعاب المرحلة المقبلة، ونسعى من خلال رئاسة مجلس الشورى والإخوة الأعضاء في هذا المجلس الكريم بالعمل على إحداث تعديلات جوهرية على القانون الأساسي. ولعل من أبرز مقترحاتنا على مجلسنا الموقر أن تتضمن هذه التعديلات انتخاب الأمين العام من قبل أعضاء المؤتمر العام للحزب، وزيادة أعضاء المكتب التنفيذي بحيث يصبح 11 عضوا، وزيادة تمثيل المرأة والشباب في عضوية المؤتمر العام وتمكينهم من خلال المجالس التشريعية والمكاتب التنفيذية. واستكمالا
لما بدأه المكتب التنفيذي السابق مشكورا، فإننا سنواصل وضع مناهج تثقيفية لأعضاء الحزب لرفع سويتهم في شتى المجالات وفق هيكلة خاصة للفروع، كما أننا أنجزنا خطة العمل للسنوات الأربع المقبلة، وسيصار إلى عرضها على اجتماع مجلس شورى الحزب يوم السبت القادم لإقرارها تمهيداً للسير بمفرداتها والعمل بمقتضاها. وقد وضعنا برنامجاً لزيارة الفروع والالتقاء بهيئاتها الإدارية والعامة، وعقدنا العديد من اللقاءات مع أعضائها وأصدقائها ومناصريها. أيها الإخوة والأخوات، بكم نقوى ومعكم نسير، وبتعاونكم ننجز الكثير من تطلعاتنا، معاهدين الله جل في علاه أن نبذل كل ما بوسعنا خدمة لهذا الوطن الأغر ولهذا الشعب المعطاء. وسيكون لنا جولات هنا وهناك في الفروع والمناطق، وسنقوم في الفترة القادمة ومن خلال اللجنة التي أشرفت مشكورة على تجهيز وإعداد هذه القاعة بتأهيل مبنى الحزب كاملا وإعداده بشكل يتناسب مع حجم الدور المناط به، ليأخذ حزبكم دوره الطليعي كأكبر الأحزاب على الساحة الأردنية الوطنية. وسيكون له بإذن الله ثم بدعمكم بصمات واضحة في الحياة السياسية في المرحلة المقبلة. وفي الختام أشكر لكم هذا الحضور الكريم، مقدرا لكم هذه المشاركة الطيبة التي طوقتم بها أعناقنا، وباسمكم جميعا أقدم خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم وتبرع وقدم الدعم لإنجاز هذه القاعة، جزاهم الله كل خير وبارك الله في جهودهم وأجزل في عطائهم، ورحم الله من كانوا سببا في هذا اللقاء. ونسأل الله جلت قدرته أن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم. بارك الله فيكم وجمع قلوبكم على الحق والخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر لسعادة الأمين العام على ما تفضل، والشكر موصول لكل من حضر هنا في حفلنا أو منعته الظروف أن يكون بيننا. وباسم كوادر حزبنا كلمة طيبة وفائدة قيمة نسمعها من رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي سعادة الدكتور عبد المحسن العزام، فليتفضل مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وطاب قدومكم وبورك جمعكم هذا إن شاء الله. أيها الإخوة، ونحن نحتفل في هذه الأمسية بافتتاح هذه القاعة التي كانت ثمرة فكرة انقدحت في أذهان إخوانكم في المكتبين، مكتب الشورى والمكتب التنفيذي، فاحتضنوا هذه الفكرة واقترن القول بالعمل، فتم إنجاز هذه القاعة في أقل من شهرين. وأنني إذ أشكر لإخواني
على هذه الروح وهذه العزمة والإرادة التي تبنوا من خلالها تجديد وإعداد هذه القاعة لتحتضن هذه الليلة هذا الجمع الكريم، وهي تهتز طربا للقياكم من قادة ورموز وطنية وإسلامية، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام. وأنني أشكر كذلك كل من ساهم بإنجاز هذه القاعة بما تبرع به من ماله ووقته وإشرافه. ونحن اليوم أيها الإخوة نذكر بعضنا بأن هذا الحزب الذي أنشئ على يد المخلصين من أبناء هذه الحركة الإسلامية إنما جاء استجابة لروح التضحية وروح الشعور الوطني والاهتمام بهم هذا الوطن، وهو استجابة أيضا لنداء الواجب الأخلاقي والسياسي والشرعي قبل ذلك، امتثالا لقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ونحن دعاة الخير كل يومين ثلاثة لقاء إن شاء الله، هذه لقاءات تمهيدية، ثم اللقاء للـ700 وقد يكونون 1000 أو 2000 سيتم في قصر الثقافة إن شاء الله، ما في عندنا مكان يتسع لـ700. بهذه المشاهد انطلق حزب جبهة العمل الإسلامي على الساحة الأردنية لتشهد البلاد ولادة أكبر الأحزاب عام 1992 بعد عقم شهدته الحياة السياسية لسنوات طويلة. الحزب نشأ مع استئناف الحياة الديمقراطية عام 89 وإقرار قانون الأحزاب الصادر عام 92، وكان ميلاد الحزب في 8/12/92. الحزب ولد كبيرا مستندا إلى الرصيد الذي تتمتع به الحركة الإسلامية في هذا البلد وما قدمته لوطنها وأمتها خلال العقود الماضية. انطلاقا من الواجب الشرعي في الدعوة إلى الله ووظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة لنصرة الإسلام وقضاياه، ونظرا لما تشهده الساحة العربية والإسلامية بشكل عام ويشهده العمل السياسي في الأردن بشكل خاص كانت البداية، فحمل منتسبو الحزب على عاتقهم أهدافا رئيسية ليرسموا بها طريقة للعمل التي يقوم عليها الحزب. وأبرز هذه الأهداف استئناف الحياة الإسلامية للمجتمع والسعي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في مختلف ميادين الحياة، الإسهام في بناء الأمة معنويا وماديا وفي المشروع النهضوي العربي الإسلامي، وإعداد الأمة لجهاد أعدائها من الصهاينة والمستعمرين، خدمة القضية الفلسطينية في إطارها العربي والإسلامي، والسعي إلى تحريرها من الصهاينة المغتصبين، السعي نحو وحدة الأمة وحريتها ومقاومة النفوذ الاستعماري والأجنبي، ترسيخ الوحدة الوطنية وترسيخ المنهج الشوري والديمقراطي، والدفاع عن كرامة الإنسان وحقوقه وعن الحريات بصورة عامة، وأخيرا الاهتمام بقضايا الناس الحياتية وخدمة الجماهير، والاهتمام بشؤون المواطنين الحياتية والتنمية الشاملة للمجتمع من منظور إسلامي. بالطبع الحزب حزب وطني أردني يستند إلى المرجعية الإسلامية التي هي عقيدة هذا الوطن، ويعمل وفقا للدستور وللتشريعات والقوانين النافذة. بالطبع الحزب استوعب التجربة الحزبية في الوطن العربي وحرص على أن يقدم نموذجا يتبنى مبادئ الأمة، قيم الأمة، والمصالح العليا لهذا الوطن. لاقى الحزب رواجا كبيرا لدى الشارع الأردني، فالمجتمع بطبعه مجتمع محافظ
ومبادئ الحزب تتوافق مع توجهات المواطن مهما اختلف فكره أو أصله أو منزلته. يعني حزب جبهة العمل الإسلامي الحقيقة نفخر أنه محط قتل الشعب الأردني. هذا الحزب اللي بضم في تشكيلاته أبناء الأردن من مختلف مناطقهم وتشكيلاتهم المجتمعية، من أبناء البادية وعمق البادية إلى أبناء الريف إلى أبناء المدن الكبرى. هذا الحزب الحقيقة اللي حاز فعلا يعني من خلال ثباته على مبادئه وعدم التفريط في هذه المبادئ نال بجدارة ثقة الشعب الأردني، ما أثناء الحقيقة لا ضغوطات اللي تمارس عليه ولا استجاب لإغراءات اللي قدمت له على مدى الفترات هذه السابقة، وبقي ثابت وصامد على المبادئ التي قام عليها. وبذلك تطور الحزب مع الأيام وانتشر بشكل كبير وزرع في كل محافظة شجرة آتت أكلها لينهل الجميع من ثمارها. الحزب الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لم يسلم من كيل الاتهامات وترويج الشائعات التي تشكك في وطنيته وانتماءاته، والتي حاولت على مر السنوات تحجيمه والتخفيف من انتشاره المتسارع في كافة الميادين. وبرغم كل تلك المحاولات لم يفقد الحزب جماهيره الواثقة بنظافة اليد وسلامة المنهج، بل ازدادت الجماهير المناصرة له، مما استدعى افتتاح فروع جديدة ليصل العدد إلى 25 فرعا حتى هذه اللحظة. أغصان قوية متينة في كل محافظة تمتد من الجذع الرئيسي في العاصمة عمان، والسقيا لا يخشى عليها، فالمواطن واثق والشعب يكن الرضا عن الحزب وسياساته. يتعرض أعضاء هذا الحزب إلى مضايقات عديدة، بعضها يصل إلى قطع المطاردة في قطع الأرزاق، المضايقات اللي على الحزب في منعه من إقامة كثير من الفعاليات، وأبرزها الآن نحن في هذا الوقت نعيش حقيقة عملية منع وعرقلة للحزب أن يقيم مؤتمره العام. اتهامات التي تكال للحزب هي من سواء كان أنه له أجندات خارجية وله ارتباطات خارجية، هي أصبحت يعني فسافس يعني مكشوفة من باب التشويه الذي يمارس لضرب العمل الحزبي. وبالمناسبة هذه الاتهامات ليست فقط لحزب جبهة العمل الإسلامي، بل كل حزب يقف بمواقف معارضة للسياسات الرسمية تكال له مثل هذه الاتهامات بولائه للخارج، ارتباطاته الخارجية، تمويل خارج ملدك. هذا الحزب حزب أردني بالصميم، حزب متجذر وممتد في عمق البادية الأردنية، ممتد في كل الأراضي الأردنية، ممتد في كل الشرائح المجتمعية الأردنية، ممتد في عشائرنا الأردنية. هذا الحزب ليس طارئا، هذا الحزب نابع من مبادئ وعقيدة هذا الشعب الأردني وعقيدة هذه الأمة. لم يتوانى الحزب عن المشاركة السياسية حين كان يرى جدية الجهات الرسمية بتطوير العملية السياسية في الأردن، فشغل أعضاء الحزب العديد من المناصب الرسمية، فمن أعيان إلى وزارات في حكومات المملكة، ثم بلديات عديدة فاز بها الإسلاميون لكلمة جريئة نادت بحقوق الوطن والمواطن في مجلس النواب. ظروف صعبة هيأت لثورات شعبية عارمة هبت نسماتها في تونس وامتدت لتطال عددا من الدول العربية. نقاتل ونحارب الفاسدين ولنسمعها عالية. الأردن لم يكن بعيدا عن الحدث، فانطلق الأردنيون للمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، بالإضافة لعدد من التعديلات الدستورية. حزب جبهة العمل الإسلامي تصدر المشهد وكان الواجهة الرئيسية المطالبة بالإصلاح، إضافة إلى أنه كان أكثر من تحمل العناء والنقد والمضايقات. كل ذلك كان ضريبة وقوف الحزب في صف المواطن والتي يدفعها منذ نشأته وانطلاقته، فأفراده وقياداته من الشعب وإليه، ولا بديل عن الوقوف في صفه. بذلك لم تتوقف الهجمة الممنهجة على الحزب، بل زادت في محاولة منها لفت عضد أفراده، وكان آخر التضييقات هو منع إقامة المؤتمر العام لحزب جبهة العمل الإسلامي عن طريق إغلاق كافة القاعات الرسمية والخاصة في طريقه. ومع كل هذه المحاولات استمر العمل بالحزب على الأنشطة التوعوية والمجتمعية والسياسية والتي تعد صلب عمل الحزب، بالإضافة لمشاركة الناس لأفراحهم وأتراحهم، مواقف مشرفة زخر بها تاريخه، ووقفات كانت سببا بالحفاظ على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي. محاولات التشويه والإقصاء لم تزد الحزب إلا قوة،
وأفراد وقيادات عاهدوا الله على المضي قدما في طريق الإصلاح الشامل الذي يحقق العدالة ويعيد السلطة إلى الشعب الأردني. بذلك تبقى البوصلة الوطنية متجهة إلى هدفها، طريقها واضح وطريقتها السلمية أعجزت العالم عن كسر شوكتها. الحزب يقوى وينتشر وأفراده وقياداته على العهد ماضون. جزى الله خيرا من قام على إخراج هذا الفيلم المبارك. هنا الأردن، هنا الأردن موطن الأحرار، هنا أرض الحشد والرباط، هنا موئل المهاجرين والأنصار، من هنا مر الرجال الرجال، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هنا الوفاء لمن فارق الدار ولا زال لعمله بيننا آثار. هنا يتفضل سعادة الأمين العام بتكريم ثلة من قادتنا ورموز حزبنا الأبرار الذين توفاهم الله تعالى من أعضاء المكتب التنفيذي والمحكمة العليا للحزب، بادئين بتكريم مؤسس حزبنا المرحوم بإذن الله سعادة الأخ المهندس أحمد قطيش الأزايدة الذي كان حاله كما قال الشاعر: فقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذاك عمر كواكب الأسحار. فبرغم عمره القصير كان ذو عمل جليل، فكان رحمه الله تعالى رئيسا لبلدية مأدبا لعدة دورات، ونائبا في البرلمان الأردني لعام 1989، ورئيسا للجنة الحريات العامة فيه، ناشطا سياسيا بارعا وشخصية إسلامية فريدة، وزعيما وطنيا عضوا في لجنة الميثاق الوطني، الشخص الأهم في تأسيس حزب جبهة العمل الإسلامي، رئيس كتلة الحركة الإسلامية في البرلمان الأردني عام 1989. طبعا يتسلم الدرع التكريمية عن أسرته سعادة السيد عطاء قطيش الأزايدي أبو مالك بارك الله فيه. ونذكر المرحوم بإذن الله سماحة الأخ الأستاذ الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني، والذي كان عضوا مؤسسا وعضوا للمكتب التنفيذي للحزب، مفكرا إسلاميا أردنيا عميدا لكلية الشريعة الإسلامية في الجامعة الأردنية، رئيسا للجنة علماء الشريعة في الحزب، نائبا في البرلمان الأردني لعام 1993، ووزيرا لوزارة الأوقاف سابقا، ورئيسا لجمعية المحافظة على القرآن الكريم، شاعرا ومؤلفا. ومن ثم المرحوم بإذن الله سعادة الأخ الدكتور قنديل شاكر، والذي كان رئيسا لوحدة التعليم الطبي في الجامعة الأردنية، ومساعدا لعميد كلية الطب، مديرا عاما بالوكالة لمستشفى الجامعة الأردنية، مديرا للمستشفى الإسلامي ومن أبرز مؤسسيه، رئيسا لمجلس إدارة المستشفى الإسلامي، عضوا للمكتب التنفيذي للحزب، رئيسا لجمعية المركز الإسلامي الخيرية، مؤسسا للمركز التعليمي لتنمية القوى البشرية في الجامعة الأردنية، وعضوا في مجمع اللغة العربية في الأردن. ونشكر نجله الذي استلم الهدية التكريمية الدكتور صلاح قنديل بارك الله فيه. ومن ثم المرحوم بإذن الله سعادة الأخ الأستاذ زهير أبو الراغب، والذي كان عضوا مؤسسا للحزب وعضوا للمكتب التنفيذي، نائبا لرئيس مجلس شورى الحزب، رئيسا للتجمع الإسلامي للمحامين، نائبا لنقيب المحامين الأردنيين، وعضوا لمجلس النقابة لعدة دورات، وعضوا في مجلس النواب الأردني. ونشكر نجله همام الذي استلم الدرع التكريمية. والمرحوم بإذن الله سعادة الأخ الأستاذ حسن التل،
والذي كان عضواً مؤسساً للحزب وعضواً للمكتب التنفيذي ويتسلم الدرع التكريمي نيابةً عن أسرته ولده الأستاذ صهيب حسن التل. ونذكر من مآثره أنه كان مفكراً إسلامياً معروفاً ومن رواد الصحافة الأردنية ورئيساً لتحرير صحيفة اللواء الأردنية وسكرتيراً للجنة التنفيذية للمؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس وعضواً في مجلس التوجيه الوطني وعضواً فاعلاً في المؤتمرات الدولية وله عشرات المؤلفات. ومن ثم المرحوم بإذن الله سعادة الأخ الأستاذ الدكتور أحمد طنش والذي كان عضواً مؤسساً للحزب وعضواً للمكتب التنفيذي مدرساً في جامعة اليرموك مديراً لمؤسسة صندوق تنمية أموال الأيتام في الأردن وعضواً لمجلس شورى الحزب. ونشكر أسرته على تسلم التكريم. ومن ثم المرحوم بإذن الله سعادة الأخ إبراهيم المعاني ويستلم الدرع التكريمية نيابة عن أسرته نجله غيث إبراهيم المعاني والذي كان المرحوم بإذن الله الأستاذ إبراهيم المعاني عضواً مؤسساً للحزب ومن مؤسسي التجمع الإسلامي في نقابة المحامين وعضواً في مجلس شورى الحزب لعدة دورات ورئيساً للمحكمة العليا للحزب ناشطاً في مجال العمل العام ودعم المشاريع القرآنية والخيرية. ومن ثم المرحوم بإذن الله تبارك وتعالى سعادة الأخ الدكتور عدنان المجالي الذي كان عضواً مؤسساً للحزب وعضواً للمكتب التنفيذي ورئيساً لمجلس شورى الحزب ونائباً للأمين العام للحزب مشرفاً تربوياً لعدة سنوات في الأردن وقطر والإمارات العربية يتسلم الدرع التكريمية نيابةً عن أسرته نجله الدكتور محمد خير عدنان المجالي. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وإيمانا من حزبنا بأن النهوض بأردننا الحبيب واجب شرعي وعمل وطني ضروري ولأن الاقتصاد دوما يلعب دورا في نهضة البلدان واستقرارها فقد قام حزبنا بإنجاز مبادرة الحركة الإسلامية نحو أردن الغد 2020 كمشروع واعد لاستراتيجية النهوض بالاقتصاد الأردني وفق نظرة تكاملية واقعية شمولية مرنة لبناء اقتصاد مستمر ومتوازن يحقق التنمية المستدامة للمجتمع الأردني في كافة المحافظات. نهديه إلى الشعب الأردني مساهمة من حزبنا بإضاءة شمعة على طريق الإصلاح. وكل الشكر والإجلال للفريق الاقتصادي الذي واصل الليل بالنهار لإنجاز مشروع أردن الغد والذين ندعوهم ليعتلوا المنصة ليقوم سعادة الأمين العام بتكريمهم تكريماً رمزياً على ما قدموا وهم الخبير المالي والاقتصادي سعادة الدكتور سليمان الشياب رئيس الفريق الاقتصادي ارفع الجهد يا العمل استغرق ما يقارب 25 شهر مع ثلاثة آخرين من الإخوة الكرام سيتم تكريمهم الآن. سعادة الدكتور محمد العايدي خبير التخطيط الاستراتيجي والاقتصاد الزراعي فليتفضل. سعادة الدكتور ناصر نواصرة خبير الاقتصاد والتمويل الإسلامي. Thank you.
فليتفضل. سعادة الأستاذ عزام البرغوثي، والذي نأسف أنه مسافر، ويتسلم الدرع التكريمي عنه الدكتور سليمان، فليتفضل مأجور. ولأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى، فكان لزاما علينا أن نشكر كل من عمل لإنجاز هذه القاعة، وعلى رأسهم رئيس لجنة إعمار وتأهيل قاعة المرحوم بإذن الله الأستاذ أحمد الطيش الأزايدي، وهو سعادة الأخ المهندس والسياسي اللامع الأستاذ علي أبو السكر. فرحبوا به معي، وليتفضل سعادة الأمين العام بتكريمه على جهده الدؤوب لإنجاز تأهيل القاعة وإخراجها بهذه الحلة البهية، ومن الله له ولفريقه أعظم جزية. هذه القاعة وقدموا مالهم جزاهم الله خير، لأنه لولا هذا الدعم ما كانت هذه القاعة لتقوم، والفريق اللي اشتغل جزاهم الله خير جميعا. بارك الله فيكم. اللهم ها هي الأنفس تاقت فأعطيت، وها هي الأيدي عملت فأنجزت. اللهم فوفق من لعمل الخير خطاه سارعت، اللهم فلا تجعلها إلا خالصة لوجهك الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخوانا الكرام، صورة المكرمين مع الأمين العام صورة المكرمين مع الأخ الأمين العام.